بسم الله، ما ادري وين الواحد يبدا. بالغالب ما حد يحسب حساب هاللحظة. سيارة الأحلام يبي لك تحسب حسابها صح، بس خاطرك تشتري سيارة تبرد قلبك ولا تبي تمشي حالك. لكن تدري شلون؟ لو قلت لك انك تقدر تطلع السيارة اللي تبيها بسهولة من مكانك. شلون؟ زي ما اقول لكم دائما، من مكانك، من تطبيق مصرف الراجحي. تقدر تحدد السيارة اللي تبيها وتشتريها من التطبيق زي ما تشتري أي شيء من تطبيقات الإنترنت. هذا يعني بدون زحمة المعارض والأوراق وجيب وودي وتشوف السيارة المناسبة. من خلال التطبيق تقدر تختار السيارة اللي تبيها. عشان تختار سيارتك افتح معي تطبيق مصرف الراجحي واختر تمويل السيارة. بعدها اختر سيارتك من بين آلاف السيارات اللي موجودة في التطبيق. حدد الموديل، اللون والنوع. بعد ما تحدد هذا الشيء دخل بياناتك وبيانات شغلك، وافق على الإقرار. بعدها راح تتواصل معك إدارة المبيعات من تطبيق مصرف الراجحي عشان تحدد تاريخ ووقت استلام سيارتك، أو تقدر تطلب أنه سيارتك توصلك لحد البيت. شكل سيارتك وصلت، في أمان الله.